يقول كان علي مبلغ الحد وسافرت عفوا بعيدا عنهم ورجعت بعد 8 سنوات، وعندما سألت في المكان لقيت حد قال إن أخو صاحب المكان أعطيته المبلغ، قلت له دي أمانة توصلها له. كان علي لأحد مبلغ وسافرت مكانا بعيدا ورجعت بعد 8 سنوات، لما سألت في المكان لقيت أحد قال إن أخو صاحب المكان أعطيته المبلغ، قلت له دي أمانة توصلها له. كده علي، هل أنت وكلت أحدا بسداد عنك؟ هل تأكدت أن الدين الذي عليك سدد؟ تأكد بارك الله فيك، تأكد.